السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وعفاك عفاك أستاذ، بغيتك تشرح لي واحد الفيلمات إذا كان ممكن. مرحبا. ذاك النهار كنت كنسمع البرنامج ديال الشيخ محمد بارا وغفلني معاك واحد الشيء. إيه. وحلمت بلي أنني كنت كنغسل شي قنية وبانت لي قيبة صغيرة في الرية. بالله صافي ملي فتحها شفتي لالا؟ كنغسل شي قنية. كتغسلي قنية؟ لا قنية. قنية؟ قنية. إيه. وبانت لي وهزيت وملي وصلت نغسل الرية لقيت فيها تقيبة صغيرة، هزيتها ونفختها ومن بعد حسيت بولية تسدو وفي لحظة لقيتها في واحد البلاصة واسعة بحال السطح ديال شي جامع. ما عندوش الصور وبقيت كنصلي فيه وكانت تزيد وشوية وانا نحس بودنية تحلو وانا نفيق هذا الصور. الله أكبر. ما عرفتش عندها شي معنى ولا لا؟ لا، معناها انك خديجة انت دي من حولي مدي يدك الخير وخا يكون عندك تعافي او ربما الحاجه ما تبغيها شيء، خليك دائما قلبك كبير لان هذه الشطر الاول ديال الرؤيه بانك تفاجئتي بشي حاجه اللي ما صالحاش، ولكن الشطر الثاني ديال الرؤيه انك شفتي راسك طالعه السطح ديال الجامع وفي السور، بمعنى غادي يكون الجامع هو اللي شاف راسه فيه، معنى انه من اهل الصلاح، وكونه في السطح ديال الجامع بانه رفيع المقام في السطح الفوق. فخليك دائما مد يدك الخير، ما تعافيش، ما تستحيش من اعمال البر، وربي غادي يحفظك وغادي يرعاك. الحمد لله. والحلمة الثانية دكتور، البارح كنت كنصمت البرنامج ديال السي جليل الساعة مبروكة. وغفلني النعاس. نعم. في الساعة مازال ما صليتش العصر. نعم. وحلمت باللي يدي تقطعات وكانت معايا اختي، ما عرفتش كتخيطها ليا ولا ما عرفتش قطعات كلها. ما شاء الله. هذه ربما انت كتسمعي البرامج ديال الميد راديو وكيديك النعاس. سي محمد برام، اللي سمعتي القران الكريم والذكر دليل على انك طلعتي السطح ديال الجامع وشتي الصور، وربما البرنامج الثاني ديال الساعه مبروكه حلمتي تقطعتي يديك. ربما املئي وقتك كثيرا بذكر الله تعالى وبالقران العظيم باش قلبك ديما منور باذن الله، وربي يحفظك ويرعاك. الحمد لله. وعافاك بغيتك تدعي معايا بالهدايا. يا رب، الله يهديك لاله خديجه ويوفقك الخير ويجعلك من الصالحات القانتات الذاكرات، وتكوني ان شاء الله مباركه مسعوده فيما مشيتي. الله يزيدنا واياك حرصا على الايمان والصلاه والذكر والقران العظيم. حفظك الله ورعاك. ودعي مع واحد اختي بالنجاح معاها عندها هذا الهم. الله الله، جميع هاد الاخت هذه وجميع الفتيات والفتيان اللي هم يا على ابواب الامتحانات سواء البكالوريا او غيرها من الاقسام، يا ربي يا كريم وفقهم الخير، الله يرزقهم الفهم، فهم سيدنا سليمان، الله يعطيهم القدره والاستطاعه على الاستيعاب وعلى الدرس والتحصيل، الله يجعلهم جميعا ذكور واناث من الناجحين والناجحات، من المتفوقين والمتفوقات، الله يسعد بهم عائلتهم واحبابهم واقاربهم قريبهم، والله يحفظ الجميع يا رحمن ويا رحيم. كنشكرك بزاف بزاف. عزك الله الفاتحة. ايوا الحمد لله. مرحبا. نعم لاله الفاتحة. بغيت نقول لك واحد الرؤيا بنت عمي حلمت. نعم. بحال اللي حلمت هي ما عندهاش ولاد. حلمت بحال اللي عندها جوج بنات. ايه. توام. نعم. قالت لي يا مزيناتهم زعما زوينات. ايه. ايوا مني قالت لي زعما كتقول لي مني حلمت هذيك البنات. نعم. زوينات هكايا وقالت لي كلشي ابيض.
قلت ليها كتقولها ما عنديش ولاد الصدر باش قلت ليها هذا البنات زوينين تبارك الله هو فرحانه بهذاك المنام نعم ايوا قالت قصر لي هذا الحل اييه هاد بنت عمك هذه مزوجه هي مزوجه وعندها شي وليدات ولا مازال لا مازال كنتسنى الله تعالى لا اله الا الله وحتى انا دكتور مازال سمي الله ولا داعي معنا داعي معنا لا اله الا الله والله هذه بعد بشارة لبنت عمك بأن ربي عز وجل البنات في المنام يقال حسنات البنات في المنام يقال حسنات وأيضا احتمال بإذن الله ربي بشرها وتكون الرؤية بالواضح مثل فلق الصبح وربي رزقها فعلا جوج بنيات يكونوا زويونات ويكونوا كل شيء بيض يعني غادي يكونوا من الصالحات ومن الخيرات لأن أكيد بنت عمك قلبها مهموم وكتدعي الله دائما وديما ان شاء الله ماشي بنت زوينه والله كدير الخير كدير قلت ها هذا سبحان الله ما درنا كاع حساب بغات تدينا التليفون وقلت كنقولها انت يا زعما سيدي ربي يرزق ان شاء الله ان شاء الله لا ودو زادت العمليه كتستنى كتستنى ما شاء الله ما شاء الله رفيع بشارة بشارة بأن ربي عز وجل البنات في المنام هم حسنات وأيضا احتمال كبير أن ربي يبشرها بذرية طيبة غادي يكونوا من البنات واللي كيعطي الله البنات كيعطي الله الرزق وكيعطي الله تعالى بزاف ديال الخيرات كتبقى خفية لأن الله كيقول لنا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بدا بالإناث أولا فان شاء الله تعالى ربي غادي يكرمها وانت يا لاله فاتحه الله يكرمك بزاف 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 يا ربي ونقولوا للناس المستمعين الكرام والله الساده المستمعين اللي معنا الا قلنا احنا اللي تجمعنا غير 40 واحد ودعينا ربي عز وجل يستحيي ان يرد الدعوه وحنا الان بمئات الالاف والله يجازيكم بخير ان شاء الله اسمح لي دابا العيالات كلشي كيسمعوا اييه ياك ودابا انا بوحدي تخيل يا الحاج أيه؟ يا دكتور انا بوحدي دابا في الدار غير جات لي غادي في بنت عمي دابا نعم لا غادي مسافر كنبقي بوحدي بوحدي ما عندي الا الله تعالى لا اله الا الله ما نخرج ما حتى لا نخرج يا ما كنخرج كيقول لي راجلي ما تخرجيش حتى نرجع ما شاء الله وكنبقي شهرين ثلاث شهور في داري الا خطات لي شي حاجه كنوصي شي حاجه هكا حتى في الباب حتى نمشي لتحت وكان نطلع شي تقضيه هكا ما كنخرج ما كنضرش لا اله الا الله الا الدعاء الدعاء الصباح وكلش كندير الدعاء الله كديري الدعاء وربي سبحانه وتعالى غادي غيجعل مقامك رفيع 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 جدا لا اله الا الله تخيل تخيل دابا انا بقيت هنايا الوالدين ديالي ما خبرتهمش ما كيبغيوش نبقى بوحدي ما شاء الله كندير خاطر راجلي بغيت نبقى في داري كنطلب الله تعالى يا سيدي ربي يا سيدي ربي ارزقني شي ذريه صالحه يا ربي يا كريم يا رب يا رب لاله فاتحه شحال انت مزوجه شحال دابا ودابا 7 سنين تقريبا لا اله الا الله لا اله الا الله كتمنى بفارغ الصبر ربي يكرمك قطعت راسي ما بغاش يدوز ما بغاش يدير والله العظيم اللي كنصل الباب ديال الله لا اله الا الله ربي هو الطبيب يدوز والله والله كما نقول له دوز ولا ديال التحاليل ولا ندير شي حاجه عييت في الاول دابا صافي نسيت الباب ديال الجوج ديالي نسيتو دابا كنطلب الا الله يا ربي هنيئا لك شلاله فاتحه ربي عز وجل ملي يحب واحد من العباد اش كيدير ليه يبتليه ويغلق عليه الابواب وكيخلي ليه باب واحد هو باب الله تعالى شتي الاولياء الاولياء الصالحين باش ولوا اولياء صالحين الله تعالى ابتلاهم وغلق عليهم الابواب كلها كيبقى حير الانسان كيخلي لي باب واحد فقط باب السماء باب الله تعالى فيظل يدعو 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 والله تعالى يرفع مقامه يرفع مقامه يرفع مقامه حتى يصل الى مرتبه الولايه وملك وصل هذه المرتبه هذه كيكون من اهل الله وخاصته كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ان شاء الله يا رب ان شاء الله وكان حتى انت كتشجعنا يا دكتور كتشجعنا لا اله الا الله والله العظيم كتشجعنا بزاف وهذاك البرامج ديال كلشي من الراديو كان كيونسونا خصوصا انت بغينا نصلي ونرجعوا الله والله العظيم لا اله الا الله الناس فايته هذا الوقت دابا كلشي فايت لا اله الا الله كنطلب ملي كنسجد الله كان يا رب ترزقني بالقناعه هذه الدنيا بالصبر شي القوه من عندك هكا الشيء اللي كنطلب لا اله الا الله والله. لا اله الا الله لاله فاتحه ديك المره واحد السيده جات عندنا مسكنه بحال الوضعيه ديالك قالت هي وزوجها بسطاء مساكن وتزوجوا اكثر 7 سنين ونص
وربي ما عطاهم الوليدات. وجات واحد النهار واتصل بالتليفون قالت لنا ديروا لي الدعاء، وحنا درنا الدعاء والامل في رب العالمين، وكنقولوا حنا مذنبين ان 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 يقع هذا الاستجابه. والله بعد بضعه ايام بضعه اسابيع جات وجات مسكينه معها التمر والحليب، وقالت لك بان اصبحت حامل بامر الله تعالى. يا رب كنا في البرنامج ديال قلوب رحيمه، برنامج ديال قلوب رحيمه كنسمعوا وجات مسكينه وجات هكا حتى هي اللي كنديرها يا والله العظيم اللي كنبكي، وهي مسكينه ما في حالهاش وجات قالت لهم انا بغيت نعاون ما عندي شيء وبغيتكم غير ديروا لي الدعاء. حنا درنا النيه وضعينا الله عز وجل. تقريبا بضعه اسابيع جات مسكينه جايبه التمر والحليب وكتقول لنا بان ربي راه كرمها بالحمل، وجات كتطلب دعوه باش ربي يحفظوا ليها، ودابا راه ولدت الحمد لله تعالى. والله يخليها ومليها. وحنا قلنا شنو السبب؟ هو ان ملي درنا الدعاء لعل ربي عز وجل شي واحد من الصالحين في شي دوار في شي جبل في شي مدينه ما ينساوناش من الدعاء ديالهم. لا اله الا الله. خصوصا ما تنساوش ديما، ماشي غير دابا، ديما كندير لك التليفون ما كيسدلياش. ما شاء الله. ما تنساونا الله يهديك الدكتور، ما تنساوناش من الدعاء الشرط ديالك. يا رب. يا رب يا رب يا كريم. بسم الله اول وانت كتمنسنا والله العظيم انا ما كنتش نقول دابا كل شيء تلف ليا الحمد لله مني لي الحمد. لا اله الا الله الفاتحه. يا رب يا كريم. انقل السادة المستمعين الله يجازيكم بالف خير، اللي بغى ربي يرفع المقام ديالو ويزيد من فضله هزوا معنا يديكم للسماء، قولوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خالقنا. عمي هي معايا. لا اله الا الله. واحد الحلم اخر شنو ما سمعتش. نعم. لا اله الا الله. نقول للساده المستمعين هاد الشريفه والبنت لعمها يا رب يا كريم محرومين من الذريه، قولوا معنا جميعا امين. اللهم يا اكرم الاكرمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهما بالفرج، اللهم ارزقهما ذريه طيبه مباركه ذكورا واناثا، كما رزقت ابراهيم الخليل عليه السلام، وكما رزقت زكريا على كبر عليه السلام، اللهم عجل لهن بالفرج، يا كريم يا كريم. يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد، يا ربنا أمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت شيئا إنما تقول له كن فيكون. اللهم عجل لهن بالفرج، ارزقهن الدرية الطيبة، أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت الخلاق وأنت الباري وأنت على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك يا الله بكل شيء هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترزق هاتين السيدتين ذرية طيبة وجميع الأخوات اللي هما متزوجات وعندهم عسر في الولادة. اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم أكرمهن يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا جواد يا جواد، إنك تسمع نداءنا وأنت على كل شيء قدير، ونحن نعترف بذنوبنا وخطايانا وزلاتنا وأنت الكريم. اللهم عجل بالفرج يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. المهم انا الحلم ديالي قبل ما نتزوج. نعم. في 94 تقريبا حلمت كنت نعسه بالليل باقا دنت. المهم وكنت كنحلم واش واحد السيده جات عندي مشاتنا وهي ملتزمه ديك السيده. نعم. ما كتجيش عندي، ما عنديش بها شي علاقه. جات لعندي هي ديك اللي تشربت لي واحد الطبسيل ديال الطبسيل مغطي ما عرفتش شنو فيه. نعم. دقات عليا وكلي دقات عليا قالت لي بحال كنصايب انا حلوه انا وصاحبتي. نعم. كنصايبوا الحلوه. هي ديك دخلت داك التبصيل ما عرفتش بالضبط شنو في داك التبصيل مغطي. المهم مستور دخلت لعندي بقيت تنشوف هذيك صاحبتي كنقول لها السيده هذيك ما كتدخل عندنا ما عرفتش شنو علاش جات عندنا. وشويه هذيك اللي تقول لي ناضت قالت لي بالسلامه. قلت لها بالسلامه اختي هي غتدخل. مشيت معها تبع الضوي تقول لي شوفي هكا هاد الامانه وغادي يجي واحد السيده غادي تطلبك وراه هذا هو اخر واحد غادي يجيك ما باقاش تنتظري شي واحد اخر. الله
فهمتي؟ هي هذيك جيت سافرت لواحد البلاد، سافرت ليها انا ما كنتش هنا نمشي من هنايا، جيت سافرت لهاد المناطق نيت، غير سافرت في معرض واحد العام وشويه. اسمح لي نقول لكم نقفوا لا مزيان مزيان لا الراديو اسمح لي الراديو برسمي هي لا نسد عليه من بعد راجلي ولادي كيتسنطوا هي نسد الصالون هي لاله حافظه مرحبا المهم انا بقيت ديك السيده بني بغات تخرج قالت لي راه اخر انسان غادي يجي يتقدم لك هو هذا ما شاء الله ما ترفضيش انا ما كانش ديك الساعه عندي حتى شي حد متقدم لي كنت خدامه بخير وعلى خير غادي نسافر للعرس نعم فعلا ملي طلعت لديك المنطقه فاش حضرت في ذاك العرس جاني السيد اللي غادي يتزوج بيه دابا جاني تم سبحان الله رزقك جاي لعندك في ديك المنطقه اللي انت مسافره ليها كون بقيتي في المدينه اللي فيها ما غيلقاك فعلا لقاني تما وخطبني تما انا طحت لي ديك الخدمه في نفس بالي ملي جا خطبني انا كنت ديك الساعه كنصيد الوراق ديالي وداك الشيء خدامه باغا نمشي نخرج لبرا اوروبا نعم صافي هو على داير الهدف ديالي غنخرج برا نعم هي ديك ملي جا داك السيد طلبني كنت وافقت عليه نعم فعلا كمل الله خطبني تما جينا المنطقه في انا كاينه درنا العرس والى اخره كلشي داز بخير وعلى خير الحمد لله الحمد لله هي الحلمه الاولى اي لا لا الحلمه الثانيه حملت البنت من بعد الزواج بثلاث شهور حملت نعم تبارك الله النهار اللي غادي نولد جا وقف عليا دابا انا نعسى انا وراجلي مفرشين هكا في الارض لان عارف المنطقه ديال سخونه ايه نعسين في الارض في المرح شويه درت هكا بحال تقلبت على جنبي ديال اليسار لقيت راجل لابس الابيض وعنده لحيه بيضاء واقف قدام لافابو في المرايه نعم شوف اللي شفتو تيصحابني راجلي حتى هو كيلبس فوقيه بيضاء وانا نقول ليه واش غتمشي للجامع مع الفجر نعم ويقول لي انا وضيف سميريت ولدي الله هذيك الدور اللي ضربت لقيت راجلي حدايا شديت فيه وبقيت نقول لعبد بلاش ترجم هذا الراجل ترجم بصح خلعت فقت فيا الوجع سبحان الله ومشيت للسبيطار ولدت بنت الله والحلمه الثالثه عاوتاني كنت مريض حامله بواحد الولد وقت ما حنا عندي باغسياج خصني نولد سيزاريان نعم وانا ما كنتش عارفه واش غنولد سيزاريان كنت غير ما حنا ربات الناس ما كنقدرش نعس على جنبي كنت نبقى نعس قاعده نعم لقيت كبيره في واحد الوقت خطفني النعاس كيجي عندي با في المنام ميت الله يرحمه جا عندي كنا بحال ماشي بلاتي جا دابا حنا غاديين انا وراجلي سابقني معايا عنده جوج دراري الاولين وغادي سابقني وانا غادا موراه وشويه بغا واحد بحال الجبل نعم هو بغا يقطع هي ديك القطعه اللي قلت لي قطع انت الدراري قطعوا هما بقيت انا ما نقدرش نخطوي وفيها كنت محنة الى بغيت ترجع ما نقدرش نطلع ليها لدرجه انا حاجه كثر الا بغيت نديرها كيف تجيب لي حتى الحدايا كلشي ما نقدرش انا نوقف ما شاء الله المهم هو قطع وانا بقيت موراه كي صافي انتما قطعتو غير سير هي هذيك واحد الوقت درت مورايا هكا كنشوف الناس بحال الجبال وفي اطراف حمراء وناس لابسين الحوايج جي بحال الحرم شي جهه معريه وجهه مغطيه نعم ودوك الناس هكا مستفين جاني بحال الاخيره المهم الناس هكا بحال الحاج بحال هي هذيك وانا ندور مورايا الدور اللي درت ويجيب مسكين الله يرحمه وهزني من اللور هزني وقطعني بغيت ندور نقول لي اري يدك تبعني هو يمشي وخلاني نعم وفقت وقلت لراجلي قلت لا اله الا الله انا غادي نموت قلت له سامحه هذا الكرش معذباني انا قلت له غادي نموت ويقول لي ما تقولش هكا قال لي بالعكس راكي مرضيه جا عندك باك في المنام عاونك عاونك قطعني ومشى بحاله سبحان الله فعلا ولدت السيزاريان ما عرفتش مشيت للسبيطار ندوز قال لي غادي نعسي وعندك السيزاريان ونعس تنحنت شويه ولكن الحمد لله ولدت ذاك الدري بخير وعلى خير وكل شيء مزيان ما شاء الله الحلمه الرابعه كنت مريضه تقطعت المكالمة لالا حفيظة لالا حفيظة الحمد لله الأحلام كلها كتفسر نفسها بنفسها هي مباركة مسعودة انت كتصوبي في الحلوى بما انك تصوبي ورقاتك بغا تخرجي خارج أرض الوطن وكنتي سعيدة في حياتك ولكن المرأة اللي شافتك لابسة مغطية ودقت عليك وقالت لك خذي هذه الأمانة انت من ذاك النوع اللي عندك الرؤى المنامية تظهر بالبيان الواضح غير قابله للتاويل فانت خديتي بالوصيه ديالها وكان فعلا داك الزوج اللي جا هو النصيب ديالك انت في بلده هو في بلده وتلقيته مره ثانيه مره اولى وكانت هي اللي تبقى ابديه باذن الله فهنيئا لك في الرؤيه الثانيه ملي شفتي الراجل اللي لابس اللحيه بيضاء هذاك عملك الصالح عملك الصالح بعد كيتمثل لنا بعض المرات في انسان لابس الابيض وعليه علامات الوقار
وكيقدر يرشدنا لواحد الامر معين. فانت كنتي حامله وجا الوقت ديال الوجع وقت المخاض باش تبعي الولاده وقد حصل البنيه. ولكن الرؤيه الثالثه اللي كان السيزاريان والكرش كبيره وانت معذبه، هذاك الوالد ديالك ملي الجبل بعد اللي شفتوه، هذيك صعوبه تعاني منها. هما كلهم الحمد لله استقبلوا المولود بسلام، ولكن انت كنتي عندك صعوبه كبيره. رضات الوالدين كتوقف معنا، راه الوالدين رضاهم كتوقف معنا هم حيين او ميتين. فالانسان يكثر من الطاعه ديال الوالدين، نهار يحصل الله تعالى يرفع عنه البلاء بفضل رضا والديه. فالوالد ديالك ملي جا عندك وهزك من الخلف معنى انه قدم لك يد المساعده، فانت زيدي في الرحمه والدعاء له، وهنيئا لك الله حفظه. هذه كتبين بانك انت امراه طيبه وعندك الرؤى المناميه كتشوف فيها بالبيان، واللي كيشوف بالبيان عنده قوه الايمان، فهنيئا لك الله يحفظك ويخلي لك الزوج ديالك والوليدات والعائله كامله يا ربي يا كريم. بغيت نقول لك سي كاين واحد الحلمه شحال هادي. نعم. وشي احلام وقعوا لي هاد شي شهرين داع. اييه. الاولى كنت حلمت مع انايا في الصلاه ديالي، بعض المرات كنسها على الصوره الاولى من الثانيه من سميتو كنسها. نعم. كنقرا اما صوره الناس ولا كنقرا صوره اخرى. اييه. واحد المره نعست وانا جاب لي الله بحال لي شي راجل كيدوي معايا وانا ذاك الراجل ما كنشوفوش كنسمع غير الصوت. نعم. قال لي حاولي انك ترتبي الصاله. هذه الحلمه الاولى. رتبي الصاله، رتبيها. نعم. قال لي رتبي الصاله. ايوه. بحال هكا قال لي رتبي الصاله ولاني ما شفتش هذاك الراجل كيبان لي غير الظلمه. نعم. والحلمه الثانيه مره عاوتاني مشيت صايت واحد الدرسه. نعم. وبقات كضرني ذاك ثلاث ايام الاول بقات كضرني. نعم. وعاوتاني نفس هذا حلمت، قلت انا غادي نمشي غدا نمشي عند ذاك الطبيبه اللي صايبت لي الدرسه نمشي نقولها لها. نعم. ويجيب لي الله عاوتاني راجل جا عندي ودوى معايا عاوتاني في المنام، قال لي شوفي الدرسه غادي تبرا لك من دابا يومين ولا ثلاث ايام، قال لي ماشي تمشي عندها او غنهار ولا يومين. اييه. صبري ثلاث ايام والدرسه ما غتبقاش تضر، وفعلا دوزت يومين الدرسه ما بقاش كضرني. سبحان الله العظيم. الحمد لله. وهذا الرجل اللي كيبان في المنام عاده؟ ما تنشوفوش. نعم. كتشوفي غير كتسمعي الصوت ديالو. كنسمع غير الصوت. هذا العمل الصالح ديال كل واحد منا عنده العمل الصالح ديالو، لان الانسان ملي كيتعب كيجي العمل الصالح في الدنيا وفي الاخره وفي القبر وفي الصراط كيكون معنا دائما. دابا انت الان شفتيه الان في الدنيا وكيكون دائما كيوصي، فقال لك في الصلاه رتبي صلاتك، لان فعلا من اداب الصلاه الى قرنا بالسور القرانيه نقراو بالترتيب، ما نقراوش مثلا السوره الاولى بسوره الناس والسوره الثانيه بسوره الضحى، لا، هذا كتسمى التخنيس. التخنيس اننا نسبقوا سوره وناخروا واحده اخرى، فهذه وماشي واجب، هو مستحب. فهو بطلب منك باش صلاتك تكون كامله مكموله رتبي السور، عملك الصالح بغى منك المزيد من الاتقان. ثم الالم اللي كتشعري به اكيد حتى هو اما يرشدنا الى الخير واما يطمئننا، فهو الحمد لله طمنك بان الالم غادي يزول غير شويه الصبر، فهنيئا لك. وبقي عندي واحد الحلم الله يحفظك الوالدين. إيه لالا. كنت انا حيت ميته لي واحد البنت الله شحال هادي الله يرحمها يا رب. مات لي تقريبا دابا شي 9 سنين بحال كوخ مات لي. ما شاء الله. مات عندها 4 شهور. الله، وديعة عند الرحمن صدقة. وتألمت عليها بزاف هذيك البنت. ما شاء الله. ومهم من بعد دوزت ايامات ومع المهم سميتو انا مشاكل طويلة فهمتي؟ اييه. ما نقدرش نقولها على سميتو. المهم ما عليناش، بقيت كنطلب الله كنقول يا ربي إلا كنت ظلمت هذه البنت سمح لي، أنا كنطلب منك سمح لي. اييه. والله سبحانه وتعالى وراها لي في المنام. الله. اشفتي لالا؟ زيد دخل سمح لي. اييه. واحد الوليد زاد. الله يخليه لك يا ربي يا كريم. يا ربي امين. يا ربي. قلت لك وطلبت الله واحد الليله حلمت زعما غادا انا وراجلي. نعم. هذه الحلمه الاولى، ومن بعد عاوتاني حلمت حلمه اخرى. نعم. حلمت قالت لي ماما، قلت لها اجي لعندي يا بنتي، قالت لي لا انا غنمشي عند بابا، غنمشيش عندك تيايا. نعم. ومن بعد غنوريك غنقول لك كيفاش، غناخذ الرقم ديالك ونقول لك نقول لك المشاكل كلهم. اييه.
ومره اخرى حلمت عاوتاني ملي بقيت كنطلب كنقول يا ربي هاد البنت ربما تكون ما سمحتش ليا بحيت عذبتها داكشي ربما تكون ما سمحتش ليا. نعم. طلبت من عند الله اني باش نشوفها في المنام ونطلب منها انها تسامحني. وانا نحلمها حلمتها في واحد البلاصه ما عمري شفتها، حلمت شي بواب، البواب بزاف كيتحلوا ليا وهي غادا كتحل ليا في البيبان. الله. كتحل داك الباب وجدت وظيفه وبدا ما بينها لي الله سبحانه وتعالى بنت كبيره بحال اللي عندها داك 16 عام بحال هكا كتبينها لي الله. الله اكبر. ودايره الرزه ديال الورد فوق راسها. نعم. ولا داك الصوابيضة وغادا كتجي كتقول لي ماما يلاه زيدي زيدي تبعيني يا ماما تبعيني واللي كتحل ليا في البيبان. الله اكبر. وديك البلاصه عمرني شفتها. نعم. وشويه وهي تحل ليا واحد البلاصه دايره بحال الجنه. الله. كل شيء خضار وكل شيء ورد كل شيء ما شاء الله. صافي على هذه الصفقه. لا اله الا الله. ولا هذا الرؤيا ربما القصه ديال البنيه ديالك والظروف اللي عشتي فيها الله يغفر لنا جميعا. فاكيد ان البنيه لان كيشعروا الاطفال الصغار ربما الخطا اللي ارتكبتي معها وكانت هي تميل الى ابيها واكثر منك انت في الاول، ولكن تم دعيت الله تعالى كثير يا ربي يا ربي يا ربي الله عز وجل غفر وتجاوز وكيقول لك بانه فعلا اعطاك الاشاره سبحانه وتعالى بانه تجاوز وغفر الابواب المفتوحه بمعنى الحواجز اللي كانت بينك وبين بنتك زالت. وشفتيها كبيره 16 سنه. هكذا اي واحد ما توليه وليداته في الصغر عندهم 4 شهور ولا سنه ولا سنتين يوم القيامه غادي يلقاهم في هذا السن، هكذا الحور العين وهكذا نساء الجنه عمرهم 16 عام 18 عام ويزدادون مع مرور الزمن شبابا. وشفتيها بانها دايره رزه ورده فوق راسها ولبسه بيضاء غتكون عروسه، لان كل واحد مات ما مزوجش في الدنيا الله تعالى ينصب له عرسا عظيما في الجنه ما يفوت له حقه ونصيبه من الحياه وطيبها. فان شاء الله ديك البنيه غتلقاك في هذا المكان المبارك وبينك وبينها ابواب وربي غيفتح الابواب حتى توصلي لها. وثم ذاك المكان اللي شفتوه اكيد انه بشاره بالجنه. هنا ان شاء الله غنتكلموا هل يمكن رؤيه الجنه في المنام؟ نعم ترى الجنه في المنام وكيشوفها العبد طبعا ماشي هي هذيك، لان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الله تعالى غير عطانا امثله، قالنا مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن الى اخر الايات، غير مثل، اما كيفها ربي اللي عالم بها. فهذه الرؤيه لالا ام نسرين كتعطيك بشاره طيبه بان البنيه لا كان شي مشكل بينك وبين فاش توفات غفر الله لنا جميعا وسامحنا، وبانها راه راضيه عليك وربي كيوعدك من الان في الدنيا اطلقي معها غتشوف فيها عروسه غتدخلي معها الجنه، فاسعدي وافرحي وسري بذلك. عندي واحد النمط على خاطر. هي لالا حلمت واحد المره معاك انا تناقش انا واختي. نعم. ماشي تناقشنا، جات لي عندي وقالت لي اختي عجبوني هاد الحوايج اللي عندك عطاهم لي لبسهم. نعم. قالت لي عطاني ديك الحاجه، قالت لها اختي الحاجه عزيزه عليا ما نقدرش نعطيها لك. نعم. قالت لي لا اعطيها لي، هي قلت لها لا ما يمكنش ومشات. نعم. الملابس في المنام هي كتكون ستر وكتكون غطاء وكتكون مقام، وربما النزاع كيوقع بين الخوت بعض المرات كتوقع المنافسه كتوقع الغيره قد يوقع التحاسد، فالانسان يكون سميح ويكون لبيب. ها هو سيدنا يوسف عليه السلام ربنا عز وجل في القران العظيم يحكي لنا ما وقع بينه وبين اخوته بسبب الغيره. ف لالا ام نسرين هذه الرؤيه تعطيك واحد الانطباع، خليك دائما انت الكريمه، انت المتسامحه، انت التي تضحي، والملابس ستر وغطاء وخير وبركه، الله يحفظك ويرعاك. نعتذر عن التطويل لان هناك مكالمات كثيره في الانتظار. مرحبا خويا. حلمت واحد المرة بأن واحد الشيخ نعم بأنه راعي البقر نعم تقريبا في 400 بقرة تبارك الله واللون ديالهم أبيض نعم وفيهم فيه أسود نعم والحلمة الثانية ولكن شيخ كبير تقريبا نعم. في 90 عام نعم 100 عام كنت أنا مسألك واحد شوية هي نعم سيدي قلت لك بانه عنده تقريبا شي 100 سنه اييه
وعجوز ولحية بيضاء ولباس أبيض. نعم. والحلم الثاني بأن واحد المرة الوالدة مدت لي أسعى وعضتني في اليد اليسرى. ما شاء الله. اليد اليسرى. ما شاء الله. أول حاجة السي كمال، الوالدة اللي مدت لك أفعى، الأفعى في المنام هي امرأة. امرأة ربما شي امرأة غتجي من طرف الوالدة تتودد وتتقرب، ولكن هي ما غتطلعش كما كنت تظن. نعم. هذيك أتعضك الله يحفظ، يعني بحال كاين فيها الغدر، فيها سوء النية. نعم. فلهذا إذا كان وقعت عفى الله عما سلف، إذا كانت بقى ما وقعت شيء استعيذ بالله من هذه الرؤية حتى لا تقع، وتصدق بما يسر الله من المال على الفقراء والمساكين حتى تدفع هذا البلاء إن شاء الله. إن شاء الله. أما الشيخ الكبير المسن، نعم، هذا مدام أن لحيته بيضاء ولباسه أبيض أنه من أهل الخير راعي. نعم. البقر اللي كيرعاه هذا ربما كيرمز للمحيط ديالك، المحيط ديالك في مجموعة ديال الناس 400، إما القبيلة إما الحي إما المنطقة اللي كتسكن فيها، ناس أشكال وألوان، فيهم الأبيض اللون الأبيض اللي قلبه سميح، واللون الأسود اللي قلبه الله يهدينا ويهديه. وبين بأن هذا الشيخ الراعي، هذا الناس اللي حولك راه كلهم ربما القبيلة أو العائلة، العائلة خصوصا اللي دمهم واحد، فيهم الزين وفيهم الصالح والطالح، فيهم الصالح والطالح. غير وصفه وبيان حالة، هو قال لك شي حاجة، عطاك شي حاجة، دار شي إشارة؟ لا لا، ما قال لي والو، بأنه سبحان الله ذاك البقر كيتبعوا في الماء، مشى حتى لواحد البلاصة بأنه كيشرب هذاك البقر وتابعين هذاك البقر. هذه العائلة والأقارب اللي تفرعوا على العائلة ديالكم كلهم بدا بقر غادي يكونوا بأنهم طيبين، لأن البقر مما يؤكل لحمه. إيه؟ يؤكل لحمه بأن أن العائلة والأقارب ودمك ولحمك ناس. نعم. طيبين وغيكتر العدد ديال 400 غيكتر، مازال غيتفرعوا بإذن الله تعالى، ولكن فيهم الصالح وفيهم الطالح، ولكن الشيخ الكبير الرضا ربما ديرش يشدهم من الأجداد الكبار، لأن الرضا ديال الوالدين وديال الأجداد وأجداد الأجداد. نعم. كيقدر يتبع الأحفاد وربي كيحفظهم أجمعين. الحمد لله احنا مرضيين مع الوالد والوالدة والجيران والمرأة، هي راه كنبوس ليها راسها ونبوس ليها يديها، تبارك الله، حتى مشاكل حتى شي صداع الحمد لله. كنسخر لأي واحد سواء كبير سواء صغير، واللي شافني كيحبني وكيجي لعندي، والحمد لله العائلة ديالنا احنا كلشي نهار الجمعة راه كيعاودو يتلموا هادي الناس، كل شيء كنقول لهم بانهم يتحابوا ويتعانقوا ويذكروا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بذكر الله يطمئن القلوب، الانسان يعاود يذكر الله، راه كل شيء داك الشيء راه مزيان، الانسان يتحابى مع خوته مع الاقارب ديالو، والله راه ما غاديش يخيب، ما غاديش يخيبوا في حتى شي حاجه. ما شاء الله. ومعروف ان المنطقه ديال تيرودانت الناس. نعم. ديالها طيبين ومتواضعين ولينين وسهلين. الناس ديال تيرودانت فيهم هذه الصفات، وهذه صفات اهل الجنه اللي كيكون في السهوله والتيسير، هذه من صفات اهل الجنه، تكتب له الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجنه. نعم. لكل يسير سهل يسير. نعم. ودعي لي مع الوليده تاع الدكتور الله يحفظه ويرحمه. الله يحفظك ويرعاك اخويا، لك ديك الرؤيه اللي شفتي يا رب، ما شاء الله، يا ربي الله يحفظهم ويرعاهم، الله يجعلهم الصالحين. راه بخير وعلى خير، الزياره وداك الشيء راه كنديروها صله الرحيم، وداك الشيء كل شيء زعما بخير وعلى خير، ما عندنا حتى شي حاجه حتى شي. الحمد لله. زيد 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 اخويا في الخير وربي غيكرمك، لكن ديك الرؤيه ديال ديك الافعال اللي عضاتك. نعم. احتاط في هذا ما يستقبل. قل الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت. نعم. وتصدق بقليل من المال على قدر الاستطاعة باش ربي سبحانه وتعالى يحفظك من شي إيدية ديال شي امرأة ربما في المحيط، الله يحفظك ويرعاك يا ربي يا كريم. وعندي خوتي من الوالد ودارهم بحال خوتي، زعما احنا متحابين، ما كان مهم الصلة بيناتنا بخير وعلى خير. الحمد لله. هذاك هو ذوك البقره 400 بقره، هذوك الخوت والحباب والعائله كيتفرعوا وغادي يبقاو الحمد لله، غيبقى الخير بيناتهم باذن الله.
بارك الله فيك الدكتور. سي كمال الله يرفع المقام ديالك. الله يزين بارك الله فيك. الله يسعدك اخويا. انا كنت صمت لك بالليل كنعمر تنسمع بالودن ديالي ونعمر قلبي. لا وبالنهار كاين عندي الصوره ديالك كنعود نشوف فيها كنعمر بها العين. لا اله الا الله. الله يكبر بك اخويا كمال. امين بارك الله فيك. الله يرفع المقام ديالك. كنشوف فيك تنعمر عيني ونعاود نطوي الصوره ونحطها ثاني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. في 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 الله. لا إله إلا الله. الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. سبعة يظلهم الله في ظله. كلامك طيب طيب كثير. والله العظيم لك يدخل تنشق الصدر ديالنا ويدخل قلبنا سبحان الله. الله يكرمك سيدي كمال. سبحان الله. شكر الله لك أخويا. شكر الله لك. الله فيك دكتور. بعيد لنا مع الوليدات الله يرحمه. يا ربي الله يجعلهم من الصالحين. الله يجعلهم من الذاكرين. الله يجعلهم من القانتين. الله يجعلهم من الناجحين. الله يجعلهم من المتفوقين. الله يقر بهم العيون. اللهم أنبتهم نبتا حسنا. اللهم احفظهم بما حفظت به القرآن العظيم والسبع المتاني. اللهم احفظهم ورعاهم وارفع مقامهم واجعلهم خير خلف لخير سلف. يا كريم يا كريم. الله يحفظك من الآفات. الله يحفظك من الأذية. الله يحفظك من المصائب سي كمال. يا رب. وتهلا في الوالدة. تهلا في الوالدة راه هي الربح من الوالدين. امين رب العالمين. اكرمك الله خويا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.